مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم، إليكم موجزا لبعض أبرز أخبار هذا اليوم من القدس.com. عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار يتوقع أن يشهد ملف الانقسام السياسي الفلسطيني حلحلة خلال الأيام القليلة المقبلة لجهة التوقيع على ورقة المصالحة برعاية الوسيط المصري. شرطة دبي تتحفظ عن إطلاع حركة حماس على ملف التحقيق في اغتيال المبحوح وتورط فلسطينيين اثنين يثير مخاوف من تعثر مسار المصالحة الفلسطينية. الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ترجح أن يكون جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد هو المدبر لاغتيال المبحوح. وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو يصل إلى طهران اليوم لبحث التطورات الإقليمية والبرنامج النووي الإيراني. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من موسكو إبلاغ حماس بأن العرض الإسرائيلي بشأن تبادل الأسرى نهائي وينتظر موقفا روسيا بشأن إيران. وزير الخارجية الإسرائيلي إفيكتور ليبرمان يشن هجوما على الفلسطينيين وقيادتهم ويقول إنه فاقد الثقة بهم وأن التسوية وتقاسم الأرض هما وهم لأن الصراع مع الفلسطينيين أصبح دينيا. هجرة آلاف الكفاءات الفلسطينية من مخيمات لبنان بحثاً عن بلد يكون ملاذاً لطموحاتهم العلمية ولتحقيق مستوى معيشي أفضل. ناطق باسم الزعيم الروحي للتبتيين في المنفى الدلاي لاما يقول إن اللقاء بين الزعيم الروحي والرئيس الأمريكي باراك أوباما يشكل رسالة قوية للصين بأن ساعة حل قضية التبت قد دقت. الكشف عن بيت المتنبي في حلب وتحويله إلى متحف. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. تحية لكم وإلى اللقاء.